القوة الاقتصادية القادمة بلا أدنى شك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل قيمة مضافة، بل الكثير من الشركات الكبرى والمشاريع الضخمة تعتمد على هذه المؤسسات في بعض أعمالها. لا تفتر الجهود الوطنية، فمع إطلاق هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البرنامج التمويلي السادس المختص بإيجاد مناقصات وعقود ذات عوائد مناسبة لهذه المؤسسات عبر إسناد مباشر من قبل المؤسسات والشركات الحكومية في ظل النمو الذي تشهده قطاعات الدولة والتعافي الملحوظ والسريع ما بعد جائحة كورونا والاستقرار النسبي للذهب الأسود. التمويل يتطلب اجتياز برنامج جاهزية رائد الأعمال، وهو برنامج تدريبي مكثف يهدف إلى تنمية المهارات المعرفية والريادية لرواد الأعمال لتتناسب مع المتغيرات المتسارعة في مجال ريادة الأعمال وتعزيز الممارسات الفنية والتقنية التي تسهم في استدامة المشروعات سواء في مرحلة التأسيس أو تطوير المشروع أو إدارة الأزمات التي قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على استمرارية كفاءة المشروع. وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية التي مرت بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلا أنها تثبت القدرة على البقاء والنمو، فيما التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم المختصة بالدعم والإعفاء من بعض الرسوم في وقت سابق ساهما لتكون في خط الإنتاج من جديد في قطاعات الدولة المختلفة، فالكثير منها يستند عليه من قبل المؤسسات الكبرى لإنجاز بعض الأعمال في المشاريع الضخمة التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن.